قيس بالرغم من ارجاع كريم الى الخط الدفاعي واضعين سعد قيس يلعب بالقرب منه وبالتالي حتى يقلل من مقدرته، يعني مدافع وتلعب ويا مان تو مان صعبه المساله تصير، خصوصا اذا هو كان مكلف بدور كبير. نشوفها بالعكس، ففريق الرشيد هذا التكتيك يحاول ان يخلي كريم لاعب حر مو مدافع اساسي، يلعب بثلاث مدافعين ويجعل كريم اللاعب الحر في منطقه الوسط والدفاع. الهيئه التدريبيه لفريق الشرطه دوغلاس عزيز ومحمد طبره وهم لاعبين دوليين ولاعبين في فريق الشرطه من سنوات طويله. وجودهم يذكرنا بالعصر الذهبي لفريق الشرطه، الفتره اللي فازوا بها ببطوله الدوري. فريق الشرطه عزيزي المشاهد فاز ببطوله الدوري 7 مرات، وفريق الرشيد هذا اول سنه الى بالدوري، والانظار تتجه الى انه على مقربه من بوابه البطوله، وهو يحاول ان ياكدها خلال مبارياته، خصوصا انه بينه وبين الفريق الثاني مسافه كبيره بالنقاط. سعد قيس، صلاح جبر، المفروض الى ناصر، ناصر كانت قصيره يسيطر عليها ناصر، الى صلاح مره اخرى في الجهه البعيده من الملعب، يعيدها الى ناصر ورجعوا كل لاعبي الرشيد، والكره لا زالت مع ناصر، يقدر يضرب ناصر، يضرب قصيره تنقطع من المدافعين، هذا رياض نوري، رياض نوري يضرب ترتطم بالحسن سداوي والى الوسط، وعناد عبد يستلم كره. عباس علي لا زالت الكره عنده الى سعد قيس والى صلاح والى حسن كولي، بعيده يعني بعيده عنه كانت، ومناوله من سعد، مناوله كانت للوسط، صلاح جبر، حسن كولي، كريم حسين، ممتازه كريم حسين لاعب شاب ويؤدي دوره بثقه، وضربه حره لصالح فريق الشرطه، صالح فريق الشرطه، وتنبيه لاحمد، ماكو داعي للاعتراض، حاله صارت وانتهت. عباس علي، ناصر جاسم يقفز، كريم حسين يستلم كره والى الوسط، وضربه حره، دفع كان ضربه حره لصالح فريق الرشيد ضد فريق الشرطه، اندفع كاظم مطشر اثناء صعوده على الكره. سعد الى كريم مره اخرى، شوف انطلق كريم هو ما يسيطر عليها، وهذه خطره، خطره احمد راضي، جول 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 جميل، الهدف الاول، الهدف الاول في الدقيقه 35 يسجله احمد راضي من كره ما سيطر عليها باسم قاسم، انتركت من بين المدافعين، تابعها احمد راضي بيمينه وسجل الهدف السادس الى في الدوري. نشوف الان، شوف احمد مواجهه رعد، والى عن يسار رعد بالزاويه تماما، واحمد راضي يسجل الهدف الاول للرشيد في الدقيقه 35 من الشوط الاول. النتيجه الان هدف واحد للرشيد مقابل لا شيء للشرطه، وهذا الهدف